عطايا الله غالبا تعطى لمن لا يطلبها. قال ذهب أحد الناس يطمع في إمامة مسجد كبير، فذهب إلى أحد العلماء الربانيين، قال أنا أريد أن أصبح إماما في مسجد كذا وكذا، فما السبيل؟ هو يريد منه شفاعة. فقال له ازهد فيها تأتيك في بيتك. لكن المخاطب لم يستطع أن يزهد فيها، ولذلك لم تأتي. سبحان الله. فأكثر الأشياء لا تطلب. يعني هذه منح ربانية. منح ربانية. نعم. هو الله جل وعلا إذا أراد أن يعطيها أحد يهيئه لها. نعم. الذين يطلبونها قد يؤتونها، لكنهم لا يبدعون فيها لأنهم غير مهيئين لها. إنما تنكشف عوراتهم. من يسمعهم يقرأ لهم أو يتبعهم يقول هذا كيف أتي به؟ نعم. واضح؟ نعم. كيف جعلوا في هذا المكان؟ في أي شيء، أنا أتكلم عن إمامة، في أي شيء. نعم. والذي بقدر الله لم يطلبها إذا وضع فيها أعانه الله. أعانه الله، ويتعجب الناس من قدراته، من من مما مما ويثنون عليه خيرا وهم لا يعلمون أنه أصلا ليس من أهلها. ليس يعني هو يقول أنه ليس من أهلها. نعم. ولكن يعني ليس الأمر على إطلاق. قد يحتج عليه أحد الناس بقول يوسف، لكن يوسف عرضت عليه فرأى المصلحة العامة، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فهذه عرضت عليه لم يطلبها ابتداء.